البحث عن العمل. البحث عن العمل. الحوار حوار. نعم. لعل نتيجة المقابلة طيبة اليوم. لعل نتيجة المقابلة طيبة اليوم. قابلت مدير الشركة. قابلت مدير الشركة. ورأى شهادتي. ورأى شهادتي. لكنني غير متفائل. لكنني غير متفائل. ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين. الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين. لقد تخرجت في كلية العلم وقدم للعمل 100 مهندس. وقدم للعمل 100 مهندس. معظمهم لهم خبرات طويلة. معظمهم لهم خبرات طويلة. ستجد العمل المناسب إن شاء الله. ستجد العمل المناسب إن شاء الله. أنا آسف يا أبي. أنا آسف يا أبي. لأنني درست الهندسة. لأنني درست الهندسة. لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ سنتين. لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ سنتين. ولم أعمل حتى الآن. ولا أعمل الآن. ليست المشكلة في دراسة الهندسة. ليست المشكلة في دراسة الهندسة. المشكلة في البطالة. المشكلة في البطالة. التي تعم كل العالم. التي تعم كل العالم. حيث يتخرج الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة. حيث يتخرج الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة. ولا يجدون عملا. ولا يجدون عملا. نريد مساعدة أهلنا. نريد مساعدة أهلنا. ونريد الزواج. ونريد الزواج. لكننا لا نستطيع. لكننا لا نستطيع. تقول الحكومة. تقول الحكومة. ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام. ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام. سمعنا هذا الكلام كثيرا. سمعنا هذا الكلام كثيرا. نحن نريد عملا. نحن نريد عملا. لا كلاما. لا كلاما. كن متفائلا. كن متفائلا. البحث عن العمل. 1-2-3. البحث عن العمل. لعل نتيجة المقابلة الطبيبة اليوم. قابلت مدير الشركة ورأى شهادتي لكنني غير متفائل. ما سبب ذلك؟ الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين وقدمت للعمل. أليس كذلك؟ هذا درسنا الآن، صحيح أم لا؟
حضرت مني يوم الخميس حضرت أنت إلى ماذا الآن إذا أسلوب النفي أليس كذلك صحيح أم لا أسلوب النفي نعم صحيح لما الآن الآن إذن درسنا الآن أسلوب النفي استمع ورد أسلوب النفي أسلوب النفي 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 خلاف الإثبات خلاف الإثبات وأدواته ما لا لن لم ليس ما لا لن لم ليس النفي خلاف الإثبات النفي خلاف الإثبات وأدواته ما لا لن لم ليس ما لا لن لم ليس طيب الآن انظروا إلى الأمثلة عندنا عمودان في هذا الجدول اليمين واليسار اليمين واليسار العمود ما هو العمود قلم 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 عمود عمود أصله معناه تيام الصلاة عمود الدين إمام الدين الصلاة عمود الدين أو عماد الدين نعم إذن انظروا إلى هذا الجدول عندنا عمودان العمود الأول في اليمين إثبات والثاني نفي نفي نعم عندنا جملة مثبتة وجملة منفية طيب نقرأ هذا بشر هذا بشر ما هذا بشرا ما هذا بشرا جاء الطبيب جاء الطبيب ما جاء الطبيب ما جاء الطبيب في الفصل معلم في الفصل معلم ليس في الفصل معلم ليس في الفصل معلم يكتب الطالب درسه يكتب الطالب درسه لا يكتب الطالب درسه لا يكتب الطالب درسه يصوم سعيد اليوم يصوم سعيد اليوم لن يصوم سعيد اليوم لن يصوم سعيد اليوم أفلح المؤمنون أفلح المؤمنون لم يفلح الكافرون لم يفلح الكافرون الكافر ظالم لنفسه الكافر ظالم لنفسه ليس الله ظالما عبده ليس الله ظالما عبده طيب اقرأوا المثال من اليمين إلى اليسار واحد اثنان ثلاثة هذا بشر ما هذا بشر جاء الطبيب ما جاء الطبيب في الوصف معلم ليس الثبات أيها الإخوة أي أن
sabata nabata. Man sabata nabata. Mana sabata? Sunnah. Menentang. Sabata. Man sabata. Siapa yang menentang pasti tum. Sabata. Berkembang. Man sabata nabata. Sabata yasbutu bimakna menentang. Usbut kuna tetap di sini. Usbut kuna ibqa' usbut usbut nam sabata ya usbut kuna la tahraf la tertakbir namanya au bimakna sabat sabat menamu ketetapan prinsip berarti teguh teguh nam sabat menamu keteguhan atau istiqomah, istiqomah keteguhan. As-sabat, ayuhan muslimun, as-sabat, as-sabat di hari zaman, as-sabat, as-sabat di hari zaman, hari zaman mali'un bil fitan, hari zaman mali'un bil fitan, mali malaikat lau, malaikat lau imlak. Imla infarom Si hadal kubuz mali'un bilma penuh dengan air. Mali air penuh terisi hadal zaman mali'un bilfitan hadal zaman mali'un bilfitan zaman ini penuh dengan fitnah zaman fitnah akhir zaman fitnah akhir zaman as-sabat ayuhal muslimun as-sabat as-sabat usbutu usbutu fid din teguhlah berdirikan pendirian kalian istiqamah tetaplah bertahanlah di nah, amma asbata yusbitu isbatun artinya menetapkan. Apa? Menetapkan atau meneguhkan itu asal maknanya. Atau bisa juga menyatakan. Apa? Menyatakan. Jadi menetapkan atau menyatakan. Menyatakan. Lawan menyatakan, menyangkal. Soalnya enggak? Kami menyatakan. Kalian menyangkal. Nafa yanfi menafikan sama dengan menyangkal. Ya, nafa yanfi nafyun. Nafyun baru isim fa'ilnya nafi. Kemudian manfi. Asbata menetapkan, nafa menafikan, meniadakan, menyangkal. Berarti kalau isbat penetapan, kalau nafyun penyangkalan. Kalau bahasa Indonesia namanya isbat itu kalimat positif. Kalau nafyun itu kalimat negatif, maksudnya begitu. Atau bahasa lain, positif itu kalimat pernyataan. Nah, kalau negatif, sangkalan. Ya, pengingkaran. Ya, penyangkalan itu apa? Pengingkari maksudnya. Kalimat positif, kalimat negatif. Misalnya kalau saya makan itu menyatakan. Kalau saya tidak makan, menafikan. Kamu pintar menyatakan. Kamu tidak bodoh berarti menafikan itu bodoh. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, hadhil jumlah atau hadhil kalimat kalimat tauhid laha ruknani, laha ada dua rukun. Ruknani fi hadhihi jumlah ar-ruknul awal an-nafyu ar-rukn tsani al-i
la ilaha illallah li hadhihi al-kalimah kalimat tauhid ruknani ar-ruknul awal an-nafyu wa ruknus tsani al-isbat menafikan di makna nanfi jami' al-aliha kita nafikan semua ketuhanan-ketuhanan wa nanfi jami' al-uluhiyah wa nanfi jami' al-ibadat illa lillah idan asbatna al-ibadata wal uluhiyata wal ilahiyata lillahi wahdahu. Makanya rukun la ilaha illallah itu dua, satu menafikan dua. Jadi menafikan terdahulu baru isbat. La ilaha, ya, la ilaha nafi. Isbatnya illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya orang yang tidak beriman itu separuh iman. Tidak mengakui adanya Tuhan itu separuh beriman, separuh iman. Tidak mengucapkan selain Allah. Ada Tuhan enggak? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan itu. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Berarti kalau dia nanti jumlahnya jumlah, ya disebut kalimat ada namanya jumlatun, jumlatun musbatah. Apa arti jumlatun musbatah? Kalimat positif. Ini tandanya. Jumlatun musbatatun kalimat positif. Kalau negatif, nih. Jumlatun man fiyadun. Nah itu dia jumlatun. Nah baru nanti setelahnya apa biasanya? Biasanya kalimat interrogatif disebut jumlatun istifhamiyatun. Nah jangan lupa, ini pembagian kalimat berdasarkan makna. Kalau maknanya menyatakan, maknanya jumlah batal. Maknanya mengingkari, menafikan, menyangkal, jumlah man. Iya. Kalau pertanyaan, istifham, istifhamiyah. Baik, istami'u waraddi. Jumlatun musbatatun. Jumlatun musbatatun. Jumlatun manfiyatun. Jumlatun manfiyatun. Jumlatun istifhamiyatun. Jumlatun istifhamiyah. Boleh juga namanya jumlatul isbat, jumlatul isbat, atau jumlatul nafi, baru jumlatul istifham. Okey. Ya. Sedang isbat itu asalnya. Asal. Sudah pernah tahu lagi. Sedang isbat menetapkan satu sama besar. Ru'yahnya besar juga. Iya. Ru'yahnya besar dari ro'a ya ro masdarnya dua ya. Ro'a ya ro masdarnya pertama ro'yun. Ro'yun itu melihat dengan pikiran, akal, ide, pendapat, naro juga, madat taro sama itu. Kalau ru'ya melihat dengan mata, man ro'a hilalan, man ro'a mungkaron, man ro'a mungkaron, dia melihat dengan matanya, makanya dia ingkari. Atau bisa melihat dengan ilmunya, maka dia harus mengingkari. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Makanya kok mada taro bisa maknanya apa yang kamu lihat atau apa pendapat. Biasanya kalau apa pendapatmu fi setelahnya. Mada taro fi hadal fasli, mada taro fi hadihi sabur.
kalau dia berpendapat madza tara fi ana fiya, maksudnya apa pendapatmu tentangku, ma ra'yuka fiya, fiya 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 fi tambah ya fiya fiya dalam diriku ya, madza tara fiya ma ra'yuka fiya, bagaimana pendapatmu tentang diri ma ra'yuka fihi, pendapatmu tentang si dia fiha. Udah ya, berarti an-nafyu khilaful isbat. Kelas hendong dari mukanya asbatun musbitun nafayan fi nafyun nafayan lam, sering digunakan ya kan, baru sama juga lama.